بعد الارتفاع الذي شهدته مادة البطاطا بالسوق المحلية بتيارت، انطلقت مديرية التجارة رفقة مختلف المصالح في تسويق هذه المادة عبر 4 نقاط وبسعر 70 دينار جزائري، حيث سجلت ارتياحا لدى المواطنين. راه واقفة الدولة على حسب ما طاقتها جايبة الشعب القليل ياكل على حسابه، وكل انسان ربي يفتح عليه واش بغا يدير. كاين شي ناس تجار الله يهديهم اللي راهم يحتكروا واللي يصنعوا، حنا نقولوا الله ربي الله يهديهم. الدنيا هذه ما هي ما يتمها حتى الواحد. حنا الايام فاتوا رانا شريناها ب 14000 وصاحبي صاحبك، وكي كثرت الدوله الحليب هاو قاعد في الطرق، بطاطا هاي في الطرق، نحمدوا ربي. هذا غير الخير، لو ماشي الخير ما نديروش كيما هاك، فهمنا؟ اللي ما عندوش ما يجي كولا هكذا. أيوة. هذه العملية ستبقى مستمرة من أجل كسر الأسعار التي مارسها عدد من التجار، كما سترافقها عدة عمليات أخرى للمراقبة مباشرة للمستهلك بسعر 70 دينار، علما أن هذه البطاطا ليست لا تدخل في برنامج السير بالاك، حيث تم تحديد 4 نقاط لبيع هذه البطاطا مباشرة للمستهلك، وسوف يكون هناك عمليات أخرى مماثلة في حالة ما إذا ارتفع هذا استمر هذا الارتفاع للأسعار. درنا هذه المبادرة بل الشاري يشري بواسمة بطاطا ب7000، بس البطاقات تعوض ب7000. المواطنين عجبتهم هذا السعر اللي دارته الوسمة وزارة التجارة، وإن شاء الله البطاطا تزيد تطيح. تبقى مثل هذه النقاط للبيع مهمة بالنسبة للمواطن الذي يدعو إلى تمديدها وتثبيتها لمحاربة كل أشكال الاحتكار ورفع الأسعار.